أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد، ومظاهر الفرح والسعادة والزينة ملأت بيوت وشوارع ومقاهي مدينة اللاذقية، وبقيت الرموز المستخدمة للزينة والاحتفال بالميلاد جميعها ذات معان خاصة. في عنا شجرتين، نوعين للشجر، الأخضر الكلاسيك الموجود كل سنة، والأبيض دارج السنة ومرغوب من قبل الناس. طبعا الأبيض مرغوب لأنه هو لون صفاء، ولون السلام اللي حملها السيد المسيح، الرسالة اللي حملها للبشرية كونه المخلص. طبعا قد ما تعددت الألوان والأزواق لازم يظل موجود اللون الأحمر، اللون الأحمر بيرمز لدم المسيح اللي هو المخلص للبشرية. صوت الجرس يعني الفرح والبهجة. عندنا كمان النور والشموع، النور هو الرمز المسيح الأول لأنه هو نور من نور. وعندنا كمان الربطة أو الببيون، بتنوضع على الهدايا لتذكرنا بروح الأخوة اللي بتكون موجودة أثناء هذا العيد. عندنا العكازة أو العصا، عصا الراعي هو الملتوي الجزء المعكوف منه، بيستخدم لجلب الخروف الضال لأنه كمان كان في فقراء فاتوا على المغارة. عندنا الطوق والإكليل، بيرمز للطبيعة الخالدة للحب الإله الذي لا ينضب ولا يتوقف، ويذكرنا الإكليل بحب الله اللامحدود. طبعا بابا نويل أو سانتا كلوز هو شخصية بترتبط بعيد الميلاد، وهو من التقاليد والكلاسيكيات اللي كلنا بنعرفها. كل عام أنتم بخير، إن شاء الله تكون شهر وسنة خير على الجميع وعلى بلدنا وعلى قائدنا، ويكون خير يا رب سنة ميلاد سيد المسيح، سنة يعني عيد ميلاد سيد المسيح، عيد المحبة والسلام. الشجرة الخاصة ببيتي أنا حطيت الشجرة زينتها، رحنا نزلنا على السوق اشترينا شوية أغراض مثل العادة، بس نحنا يعني الشجرة بنحطها مزينة، بنحط لها بوالين، ببنويلات، طابات، مزينة بنحط لها الببنويل. ببنويل كمان بيعني لنا المحبة والسلام والمغارة، وبنحط لها الأضاوي ومنزينة ومننبسط وعبال كل سنة. مر علينا العيد وكل البيت، كل بيت من هالبيوت فيه شجرة اللي هي رمز للقاء العائلة، رمز للقاء المحبة بين العائلة، رمز للشراكة مع العائلة نفسها كلنا سوا. وهذا الشيء كل سنة طبعا بيتكرر، رغم انه في طبعا بعض المآسي، ومع كل ذلك عم نحط الشجرة لأنه بدنا ناخد محبة، بدنا محبة من كل العالم حتى نلتقي سوا مثل ما بنلتقي حول الشجرة كالعيلة. هلأ جايين على عيد الميلاد والتزيين، بس في غصة بقلوبنا، أولادنا طلعوا وعيدنا، في حزن بس بالوقت نفسه في فرح ولادة يسوع. إن شاء الله ربنا بيعطي الأمان والسلام لهالعالم كله، وبتنعاد على الجميع بالخير. بدنا نجدد بالشجرة لأنه كل يوم نحن عنا ولادة جديدة ليسوع، بدنا نجدد فيها الله يعطي السلام بقلوبنا وينعاد على الجميع بالخير، وعلى وطننا وعلى جيشنا على رئيسنا، عليكم أنتم كمان الله يعطيكم العافية وينعاد على الجميع بالخير.